متابعين سناب الديحاني للشاحنات، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عرضي اليوم لهالتشاليح جي إكس آر الموديل 2011-8 سرندل، الله يعوض على رعيه. طبعا الموتر تشليح، الموتر خليجي، اللي يشتري يعطينا ورقة تشليح يسقطونه له. طبعا ايرباقاته مي بطالعة، هذا الداخلية، طبعا فتحة سقف، الموتر ما عليه سوم، اللي له نظر يسوم. طبعا بصور لكم تصوير واضح حتى مكينته من داخل. تقريبا شاصية سليم، ما حاشا شيء، الطقة كلها فوق على التاير. مكينته من هنا سليمة، مكينته سليمة، من قدام سليمة، وكذلك الجنب هذا سليم بعد، ما حاشا شيء. بحط رقم التلفون اللي له نظر ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع.